الراجل دايما بيسمي مراته باسماء ليها معاني في ذاكرته او بمواقف حلوه حصلت ما بينهم او دلع مثلا هي بتحبه، وممكن يحصل العكس تماما ويسميها باسماء غريبه زي البعبع، النكديه، الزنانه. يا ترى بقى انت انهي راجل فيهم؟ تعالوا مع بعض نشوف كل راجل مسمي مراته ايه على تليفونه. يلا بينا. متجوز ولا لا؟ متجوز. متجوز. متجوز الحمد لله. متجوز. متجوز. متجوز الحمد لله. طبعا متجوز. لو قلت لك ان انت هتوصف الجواز بكلمه هتكون ايه؟ الاولاد هي السعاده. الاولاد هي السعاده. طب ليه مش اللي جابت الاولاد هي السعاده؟ هي في وقت واوقات. يا راجل كلمه واحده اوصف لي بقى الجواز. حاجه حلوه. استقرار. يا راجل يعني كل حاجه كويسه. استقرار وحياه جميله. حاجه حلوه. حياه. لا بلاش الحاجات دي هتدبسونا. ده يا شيخ. ده يا شيخ ده. يخرب بيت سنين. انت مسمي مراتك ايه على التليفون؟ ام العيال. حبيبتي. باسمها شيري. حبيبي. حبيبتي روح قلبي. ممكن تتصل لنا بام العيال دلوقتي وتقول لها كلمه حلوه ونشوف رد فعلها ايه؟ يلا بينا. اتصل بيها. عايزاك اولا تفتح السبيكر، تاني حاجه ان انت ما تقولهاش اي حاجه غير ان انت تبتدي تقول لها كلمه حلوه على طول. كلمه حلوه. افتح السبيكر. ما ردتش ولا ايه؟ في طب وقبل ما نسميها ام العيال مسامي. مسامي بحبك قوي يا مسامي. بتقولي ايه بقى انت؟ الو مسامي انا على قفلت في وشي اشي صدقاني. حبيب قلبي. حبيبتي. ازيك يا ماما؟ بسرعة ماما بسرعة. ماما فين؟ ماما هنا. استنى فوق قول له مين؟ ده هل. يا حبيبتي. بحبك. ايوه. ايوه بابا. ايوه انا بحبك. ايه ده؟ ايه؟ الو؟ بقول لك بحبك. مين معايا؟ النمرة غلط يا عماد. غير متاح. ان الهاتف الذي طلبته غير متاح. مش سامع التليفون. هي رايحة عند حماتي دلوقتي فممكن تكون في الشارع مطبوخة. وده وقتك يا عم فادي. يبقى بمناسبة ان احنا بنختم سنة وبنبتدي سنة، تحب تقول لها ايه؟ قول لها بحبك قوي وربنا يخليك ليا ودايما عايشين في سعادة يا رب وعايزين اولادنا يبقوا احسن ناس في الدنيا. ربنا يخليها ليا كده ونفضل مع بعض على طول ان شاء الله. اقول لها ربنا يخليكم ليا انتوا بيرو وان شاء الله يعني ربنا يعني يكمل كل سنه كده كويسه ان شاء الله معانا. اقول لها كل سنه وانتي طيبه وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكي واللي جاي بقى احسن ان شاء الله. ربنا يخليها ليا هي واسر ودايما مبسوطين ومتجمع بيهم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يعني اشوفها سعيده دايما واقدر يعني باذن الله ان انا يعني اقدم لها كل حاجه حلوه قدمتها معايا ويعني واحججها. والله بشكرك جدا على كل حاجه حلوه عملتها معايا واشكرها على وقفتها دايما جنبي وربنا يخليها لنا والاولاد. اقول لها ربنا يخليك ليا ويسترها علينا يا رب وعلى الدوله كلها وعلى الدنيا كلها. صدقي لما اقول لك ان انا بحبك. والله انا لما بقول لك بحبك مش من فراغ، بحكم العشره في الاول وفي الاخر برضه. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ زي ما شفنا الرجاله مسميين مراتاتهم ايه على الموبايل وكل اسم ليه دلاله معينه عندهم، انتوا كمان قولوا لنا في الكومنتس مسميين شريك حياتكم ايه. اشوفكم في موضوع جديد وتقرير جديد مع ماهي مختار على صدى البلد.